انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مغريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مغريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد نعطيه مطيشة والبصل وخز وحلا من عسل نعطيه مطيشة والبصل وخز وحلا من عسل ويلا زاد نفلو الشوية نعطيه سلق الملوخية ويلا كان يا خويا يصبر نعطيه بطاطا والقزبر يطبخهم في النار يطبخهم في النار انا اختار انا طبيب انا اختار انا طبيب بربا جل وراس كرومبا كلهم قبل الربا وتولي فرحان عندي خصو بربا جل وراس كرومبا كلهم قبل الربا وتولي فرحان انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مرض غريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مرض غريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد نعطيه مطيشة والبصل وخز وحلا من عسل نعطيه مطيشة والبصل وخز وحلا من عسل ويلا زاد نفلو الشوية نعطيه سلق الملوخية ويلا كان يا خويا يصبر نعطيه بطاطا والقزبر يطبخهم في النار يطبخهم في النار انا اختار انا طبيب انا اختار انا طبيب والبصل فيهم فيتامين آ فيهم فيتامين آ وخز وحلا من شهد العسل فيه فيتامين بي فيه فيتامين بي كلو ما عطيش والبصل فيهم فيتامين آ فيهم فيتامين آ وخز وحلا من شهد العسل فيه فيتامين بي فيه فيتامين بي وبطاطا وشوي فلفل فيهم فيتامين دي فيهم فيتامين دي يعني كلوا ابي سيدي كلوا 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 انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مغريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مغريب انا نداويه بالفواكه وتولي صحته مثل الحديد نعطيه مطيشة والبصل وخز وحلا من عسل
تعطيه مطيشة والبصل وخس وحلا من عسل ويلا زاد الفلوس شوية تعطيه سلق الملوخية ويلا كان يا خويا يصبر تعطيه بطاطا والقزبر يطبخهم في النار يطبخهم في النار أنا اختار أنا طبيب أنا اختار منهم ديسير اشرب منهم عصير دير منهم ديسير اشرب منهم عصير انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مرض غريب انا نداويه بالفواكه تولي صحته مثل الحديد انا اختار انا طبيب اللي عنده شي مرض غريب انا نداويه بالفواكه تولي صحته مثل الحديد نعطيه مطيشة والبصل وخس وحلا من عسل نعطيه مطيشة والبصل وخس وحلا من عسل ويلا زاد الفلوس شوية نعطيه سلق والملوخية ويلا كان يا خويا يصبر نعطيه بطاطا والقزبر يطبخهم في النار يطبخهم في النار انا اختار انا طبيب انا اختار انا طبيب